التحالف يدمر مخازن أسلحة نقلها الحوثي أثناء المهلة من ملعب الثورة إلى معسكر التشريفات في صنعاء. بعد تعذر إجراء الانتخابات في يومها، يوم استقلال ليبيا يمر حزيناً على الليبيين. الكنيسة الإسرائيلي يصادق على ميزانية دفاع سرية تقدر بثلاثة مليارات استعداداً لهجوم على إيران. قوى الأمن تغلق جسر الجمهورية وسط بغداد تحسباً لأي تصعيد من قبل أنصار الخاسرين بالانتخابات. الإمارات تحبط تهريب 1 مليون قرص كبتاغون في شحنات ليمون تحمل علامة صنع في لبنان. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة اليوم من استوديو الحدث، ساعتان نفتح فيهما أهم الملفات. مع انتهاء المهلة التي منحها تحالف دعم الشرعية للميليشيات الحوثية لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي، قال التحالف إنه استهدف عمليات نقل أسلحة في صنعاء بالكامل بعد رصدها ومراقبتها ما أدى لتدميرها. التحالف أضاف أن تنفيذ هذه العملية جاء استجابة لتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، موضحا أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات في صنعاء أثناء المهلة، فيما تم تدمير 9 مخازن للأسلحة بمعسكر التشريفات بعد نقل الأسلحة إليه. التحالف قال إن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. بعد فرص كثيرة منحها التحالف لميليشيا الحوثي لوقف الهجمات على المدنيين وإفساح المجال للجهود الدبلوماسية الدولية والأممية، لا سيما بعد إطلاق المبادرة السعودية، كثف التحالف من عملياته في الآونة الأخيرة بضربات موجعة لميليشيا الحوثي لشل وإضعاف قدراتهم، لا سيما في ظل استمرارهم بإطلاق المسيرات على الأهداف المدنية داخل اليمن وعلى الأراضي السعودية، حيث أظهر تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن تضاعف هجمات الميليشيات ضد السعودية هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وذكر التقرير أنه خلال الأشهر 9 الأولى من هذا العام بلغ متوسط هجمات الحوثيين على السعودية 78 هجوما شهريا أو 702 هجوم في المجمل. يواصل تحالف دعم الشرعية الاستجابة الفورية عبر تحييد مصادر التهديد وتنفيذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة صنعاء برا وجوا وبحرا كذلك. من مأرب التي شهدت 36 ضربة خلال 24 ساعة، قتل خلالها 310 من الحوثيين الذين كانوا يهاجمون المحافظة. جنوب البحر الأحمر أحبطت قوات التحالف هجوما حوثيا وشيكا بزورق مفخخ انطلق من الحديدة ليصل إجمالي الزوارق الحوثية المفخخة التي دمرها التحالف إلى 99 زورقا. في صنعاء كشف التحالف عن استخدام الحوثيين ملعب الثورة الرياضي لأغراض عسكرية، حيث أمهلهم التحالف 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادته لحالته الطبيعية. كما استهدفت قوات التحالف معسكر الأمن المركزي ودمرت 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة بالمعسكر كذلك. وشدد التحالف على أن العملية بصنعاء هي استجابة فورية بعد تدمير مسيرة أطلقت نحو جازان. بحسب المحللين فإن استراتيجية التحالف عبر ضرب مراكز ثقة لميليشيات الحوثي في العمق يفقدها القدرة على التحكم في إدارة المعركة. من جانبها أكدت الشرعية أن ضربات التحالف على مواقع استراتيجية للحوثيين دليل على اختراق البنية الحوثية وإعادة ترتيب الملف العسكري، ويبدو أن التحالف ماض في شل قدرات الحوثي وإجبارها على الانصياع
لمساعي السلام. مشاهدينا من مأرب ينضم إلينا زميل أحمد بقات، ووقوفا على ما يحدث في جبهات مأرب أو حتى استهدافات التحالف النوعية في صنعاء. أحمد أهلا بك معنا في هذه الساعة، وضعنا في الصورة الميدانية لما يحدث في جبهات مأرب وإن كان هنالك أي تطورات لافتة في هذا اليوم. نعم تسابيح أهلا بك، يعني بالفعل ما حدث في صنعاء يؤكد أن ميليشيا الحوثي تتخذ من المدنيين والأعيان والأماكن المدنية يعني وسيلة لضرب الأهداف المختلفة سواء كانت مدنية أو عسكرية، وهذا يتضح بجلاء مما ظهر بالأمس عندما أعطى التحالف مهلة للحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة. وبالفعل هذا ما حدث، تم نقل هذه الأسلحة إلى أحد المخازن وأحد المعسكرات، معسكر التشريفات. هذه المعسكرات التي تضرب بصورة مستمرة، معسكر الأمن المركزي، معسكر التموين، معسكر التشريفات، كلها تؤكد أن طائرات التحالف وأن التحالف بصفة عامة على علم بمعلومات دقيقة بأماكن تخزين الصواريخ التي تطلق ليس فقط على المملكة العربية السعودية وإنما أيضا على الداخل اليمني. وهذا يوضح بصورة جلية أن ميليشيا الحوثي تتخذ من المدنيين وسيلة وهدفا، وسيلة لضرب الصواريخ حتى تصعب على طائرات التحالف استهدافها، وكذلك هدفا حيث أن المدنيين الذين يقعون هنا أو في المملكة العربية السعودية أغلب هذه الاستهدافات هي استهدافات مدنية، عندما تطلق طائرات مسيرة تجاه أبها، تجاه جازان، تجاه بعض المطارات، أيضا والصواريخ التي تستهدف ليس فقط المدنيين هنا في المحافظة وإنما أيضا النازحين. إذا عدنا إلى ما يحدث في مأرب، شهدت الجبهة الجنوبية لمأرب اشتباكات متقطعة بين ميليشيا الحوثي وبين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية. كان هناك أيضا ضرب للطيران لعدة تعزيزات ومواقع للحوثيين في الجبهة الجنوبية الشرقية، تحديدا العيرف وشرقي البلق. هذه الجبهة التي تشهد بصورة مستمرة خلال الأيام الماضية اشتباكات قوية. يوم أمس كان يوم دام وقاسي للغاية على ميليشيا الحوثي، قتل فقط بطائرات التحالف أكثر من 310 من العناصر، فضلا عن تدمير وإحراق عدد من الآليات العسكرية والأطقم القتالية. الجبهة الغربية لمأرب أيضا تشهد قصف مدفعي متبادل بين ميليشيا الحوثي وبين قوات الجيش الوطني، تحديدا منطقة الكسارة. بالأمس تم تدمير دبابة وإعطاب طقمين قتاليين. القوات المشتركة أيضا تقوم بدور كبير في الساحل الغربي، حيث دمرت دفاعات للميليشيا الحوثي، دفاعات جوية لميليشيا الحوثي. أيضا منطقة أو جبهة الجوف تشهد اشتباكات ومحاولات للتقدم من قبل ميليشيا الحوثي، تصدها قوات الجيش الوطني تحديدا بالقرب من منطقة اليتمة. إذن هناك محاولات مستمرة من قبل ميليشيا الحوثي للتقدم، لكنها كما هو المعتاد تصطدم إما الجيش الوطني والمقاومة وإما بطائرات التحالف التي تستهدفها بصورة دقيقة في معظم الأحوال. دائما الوقوف على التطورات الميدانية في جبهات مأرب وعموم المحافظات اليمنية. زميل أحمد بقاتو، شكرا لك أحمد على ما أطلعتنا عليه من معلومات في هذه المداخلة، شكرا. تعليقا على شحنة الأسلحة التي ضبطها الأسطول الخامس، قالت الخارجية الأمريكية إن تدفق أسلحة إيران ساعد في هجوم الحوثي الوحشي على مأرب. الخارجية اعتبرت تهريب إيران أسلحة للحوثيين يطيل أمد الحرب في اليمن في انتهاك صارخ للحظر الأممي، مجددة الالتزام بالتصدي للتهديد الإيراني المتمثل بتهريب الأسلحة. من الرياض أرحب بضيفي وكيل وزارة الإعلام اليمنية دكتور نجيب غلاب. دكتور غلاب صباح الخير وأهلا بك معنا مجددا في استوديو الحدث. وقبل السؤال عن أهمية الضربات النوعية التي يقوم بها التحالف، لنسأل لماذا غير التحالف من استراتيجيته العسكرية هذه المرة يركز على الضربات المتتالية لمراكز ثقة للحوثي؟ صباح الخير. أولا صباح النور. قدمت مبادرات كثيرة للحركة الحوثية، وظلت يعني ظل هناك استراتيجية كمحاولة لتأهيل الحوثية وإقناعها بأن الحل السياسي هو الطريق الأسلم والأوحد حتى نتمكن من استعادة بناء الدولة اليمنية ونحقن الدم اليمني. واشتغل العالم كله مع المبادرة السعودية، لكن يبدو لي أنه مثل يعني هذه المبادرات فهمتها الحوثية بطريقة خاطئة، سواء من خلال السياسة الأمريكية، من خلال رفعهم من قائمة الإرهاب،
أو من خلال الضغوط الدولية للحل السياسي، أو من خلال المبادرات التي قدمت وموافقة الشرعية عليها. فهمت الشرعية أن هذا هو دليل ضعف، لا حرصا على اليمنيين وحتى حرصا على الحوثية نفسها لتكون جزء لا يتجزأ من التركيبة السياسية اليمنية. وبالتالي أصبح التحالف والشرعية مجبرين على استخدام إضافي للعمليات العسكرية وتغيير الاستراتيجية فيما يخص مسألة ضرب مخازن الأسلحة حتى في المناطق المحصنة والمحمية، لكن وفق إجراءات قانونية لا تخالف القانون الإنساني. وأنا أعتقد أن هذه الضربات كانت حاسمة وقوية ودقيقة، وتدل أن هناك معلومات يعني تصل إلى التحالف، وهذه المعلومات تدرك الحوثية مدى خطرها. وأنا أعتقد أنه ما زالت الذي سهل وصول هذه المعلومات إلى التحالف في هذه المرحلة، وإلى أي درجة تفاقم الانشقاقات الحوثية بين جناحي صعدة وصنعاء قد يكون سهل من هذه المهمة؟ هو صحيح في هناك صراع داخل الحركة الحوثية، ويبدو لي أن هناك إحدى أجنحة الحوثية تقوم ضمن إطار إدارة الصراع ضد الحوثية وبالذات ضد الجناح الرافض للحل السياسي. هؤلاء يعتقدوا ولديهم قناعة أن استمرار الحرب بالطريقة التي كان يخطط لها إيرلو وأيضا بالطريقة اللي يخطط لها الجناح المتطرف أصبح غير مجدي، ويستهدف كثير يستهدف المنظومة الحوثية ومن التحق بها، وأيضا الخسائر تتراكم دون تحقيق أي نتائج، وبالتالي أصبحت وكأنها حرب انتحارية. هذا الجناح يبدو لي أنه بدأ يسرب معلومات. المسألة الأخرى، هناك أيضا وطنيين سواء كانوا عسكريين أو أمنيين أو من القوى الاجتماعية وصلوا لقناعة أنه الحوثية مصرة على استمرار الحرب والسلام ليس إحدى أجنداتها، وبالتالي لا بد من كسرها وضربها، وهذا الهدم لقوة الحوثية من حيث امتلاء الأسلحة ليس فقط للطيران أو الصواريخ، وحتى الأسلحة التي تمتلكها داخل صنعاء هي ستوجه إلى ظهر اليمنيين في حالة حصول انتفاضة شعبية. واتضح أنه أكثر من يعني هناك عدد القتلى فقط في جبهات مارب تجاوزت 27,000 وأضعاف مضاعفة من الجرحى، وبالتالي والخسائر مستمرة والاقتصاد ينهار والخاسر هو اليمن، وكل من يعاند فكرة الحل السياسي هي الحالة الحوثية، وبالتالي الحالة الوطنية بدأت تنمو. وأنا أعتقد أنه أيضا قدرات التحالف والشرعية على التواصل مع كثير من الأحرار بما في ذلك أحرار داخل البنية الحوثية مكن من إيصال هذه المعلومات، وأنا أعتقد أنه حتى القيادات الحوثية في الفترة القادمة قد تستهدف، وكثير من الأسلحة التي تمتلكها ولكن اسمح لي بالمقاطعة سيسهل معركتنا القادمة. العامل الأكبر الذي يؤثر على موازين القوى في الأرض هو السلاح الإيراني. ما سبيل تحييد السلاح الإيراني للحوثيين؟ يعني هذه الضربات نعم تؤثر على القدرات الحوثية، ولكن السلاح القادم من إيران هو ما يرفع من قدرتها على مواصلة التصعيد العسكري. هو صحيح، إيران ستستمر في تهريب السلاح ومستمرة في تطوير آلية بناء الصواريخ وإعادة تركيبها وأيضا الطيران، ناهيك عن تهريب كافة أنواع الأسلحة. المسألة بحاجة أولا يعني إلى رقابة يتم فرضها وضبطها وملاحقتها من قبل الشرعية والتحالف، هذا أولا. لكن من الأهم أيضا أن يكون هناك ضغط دولي. إذا لم يكن هناك ضغط دولي على إيران ومعاقبتها في هذه المسألة لأنها تخالف القوانين الصادرة من مجلس الأمن وتثير الفوضى والاضطرابات، واستمرارها بهذا الشكل هي ستجعل اليمن منطقة فوضى وخراب، وهذا قد يؤثر على نمو الإرهاب. ولولا الشرعية والتحالف اليوم ضابطين حالة الفوضى الموجودة ربما انتشرت وأثرت على الأمن والسلم الدوليين، ولو نمت قوة الحوثية بالطريقة التي تخطط لها إيران ستصبح اليمن عبارة عن قنبلة لن تهدد فقط الأمن الإقليمي ولن تهدد فقط السعودية، بل ستهدد الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي على المنظومة الدولية أن تكون حاسمة في مسألة الضغط على إيران وفي مسألة دعم الشرعية والتحالف في القيام بالمهمة، لأنه يبدو لي أن
إيران لن تسير باتجاه يعني مسألة عدم دعم الحوثية، والحوثية أيضا نتيجة بنيتها مستمرة في الحرب، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يمكننا وأن لا يعترض على هذه الضربات الدقيقة والحاسمة، واستنزاف الحوثية هو الطريق الوحيد للوصول إلى حل سياسي. وأنا أعتقد أنه يتم استنزاف الحوثية وبشكل واضح، اليوم تستنزف عسكريا وبشكل يومي، مستنزفة سياسيا وأصبحت محاصرة في الداخل والخارج. أصبح اليمني، أي يمني حتى من التحقوا بالحوثية، حلمهم الوحيد هو الخلاص من الحوثية. اقتصاديا الحوثية بدأت تضعف وغير قادرة على إدارة إلا تنظيمها وتراكم ثروة قياداتها. هناك مسائل كثيرة. وطنيا أصبح كافة اليمنيين يروا أن الخلاص من الحوثية هو الطريق الوحيد لنجاة اليمن كدولة وكمجتمع ومستقبل. من الرياض، وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور نجيب غلاب، شكرا جزيلا لك دكتور غلاب على الإيضاحات التي تفضلت بها معنا. باتت مأرب ملاذا لأكثر من 62% من نازحي اليمن، كثير منهم يفتقدون للمأوى المناسب، غير أن هذه المعادلة أظهرت جانب الترابط لدى اليمنيين، حتى أن بعضهم أصبحوا يتقاسمون بيوتهم مع نازحين أتوا من محافظات ومديريات أخرى. مفاد الحدث زار بعض الأسر التي تستضيف النازحين. في بيتها قررت عايدة استضافة عدة أسر نازحة، معتبرة ذلك حق اليمني على أخيه اليمني، تتقاسم معهم بيتها وقوت يومها. استضفناهم لأنهم ما حصلوش مكان يقعدوا فيه، عندهم أطفال يحتاجوا إلى سنح من البرود، يعني محتاجين يعني من يكفلهم من يحتضنهم، وإحنا احتضناهم. بينما ترى هذه العجوز أن سكن هؤلاء النازحين معهم قد طرع في بيتهم البركة. أضيفهم وولدي يضيفهم ذا وده، إحنا نضيفهم كلنا. تقلق وباي استقبلهم ذاك ربي. فيما قررت فطيم وزوجها اللذان نزح قبل سنوات استضافة عدد من النازحين في بيتهم وبجواره، مقدمين لهم ما يستطيعون تقديمه. ساعدناهم بالفراش بالكنان في بيتنا أول حاجة، لما هي جات لهم خيام جبنا لهم زلام حق الأدوات المطبخ، مكنوا أعمالهم وإحنا نشل من عندهم ونعطيهم فلعوزه بمواعين المطبخ، بمواعين يعني لا شيء ملمه لا شيء ضيفه لا شيء موت لا شيء، نعطيهم فلعوزنا شلنا من عندهم. بينما سمية تقدم طعام لجيرانها رغم أنها نازحة مثلهم. الحين ناس أسوي لهم غدا منشان النازحين ساعدهم، نزحوا ما معهم شيء لا فرش ولا بطانيات، ونساعدهم في المواد الغذائية ومثلا فرش مثلا خزانات ماء. ويشكو نصار كغيره من ضعف ما تقدمه المنظمات للنازحين. صعب هذا البيت، استضافنا لا رحبت بنا منظمات ولا شيء ولا حقوق، واحنا بالحمد لله كنا مرتاحين في بيوتنا وكل شيء، وللأسف على بعض المنظمات لم تأتي. في أسر غيرنا موجودة هنا مبهذلين في البرود وخيام كاملة، لا أحكي عن نفسي، عن النازحين كامل الذين نزحوا. صواريخ الحوثي التي زادت من معاناة اليمنيين زادتهم أيضا ترابطا وتكاتفا، آملين في عودة قريبة إلى بيوتهم بعد دحر ميليشيا الحوثي عن قراهم وأرضهم. من مديرية الوادي أحمد بجاتو، الحدث، محافظة مأرب. وفي استوديو الحدث بعد قليل أيضا، قوى الأمن العراقية تعلن الاستنفار بعد معلومات عنية أنصار الخاسرين بالانتخابات التصعيد قرب المنطقة الخضراء. تباينت المواقف في تونس من الإجراءات الأخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم الأربعاء. تعتبر بعض الأطراف السياسية قرارات الرئيس سعيد خروجاً عن الشرعية. وأعتقد أننا اليوم أمام مفترق تاريخي يبرر عديد المخاوف وربما الصدمات. تعثرت ولادة الحكومة التونسية مجدداً. أعلن 113 قيادياً من نواب وأعضاء حركة النهضة استقالاتهم من الحزب. في وقت أعلنت فيه عدة أحزاب تكوين جبهة لعزل الرئيس. الإسلام السياسي يعني فكر الإخوان المسلمين لم يعد يلاقي ترحابا. هل نتحدث هنا عن انهيار حركة النهضة؟
يعود الاحتجاج مرة أخرى إلى الشارع التونسي بعد خروج تظاهرتين متعارضتين. أعتقد هناك محاولات لاستخدام الشارع والدخول به في صراعات. أدين وبشدة لأعمال الشغب التي بدأت، هذه أعمال تعتفرقة ما بين الشعب التونسي الواحد. هل ستكون هذه آخر التظاهرات؟ أم أنها ربما تصبح تظاهرات متتالية؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا من جديد مشاهدينا. أفاد مصدر أمني بدخول القوات الأمنية العراقية في حالة استنفار في محيط المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بعد ورود معلومات بأن أنصار الفصائل المسلحة تستعد للتجمع بعد ظهيرة الجمعة، ذلك عند الجسر المعلق وبوابة وزارة التخطيط قرب المنطقة الخضراء، مع احتمالية وجود تصعيد بعد توارد أنباء بمنع تشييد نصب خاص لأبو مهد المهندس في شارع مطار بغداد حيث حادثة اغتياله قبل عامين قرب مطار بغداد الدولي. ومن بغداد ينضم إلينا الزميل منتظر رشيد. منتظر أهلا بك معنا في هذه الساعة، وضعنا في صورة الاستعدادات الميدانية أو الأمنية كذلك لتصعيد محتمل ربما قادم من أنصار الخاسرين بالانتخابات الأخيرة. نعم بالفعل، قوى الأمن العراقية، قوات مكافحة الشغب، القوات الخاصة بحماية المنطقة الخضراء كلها مستنفرة الآن عند البوابتين الرئيسيتين، البوابة الجنوبية عند الجسر المعلق حيث يتجمع المئات من أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات، إضافة إلى البوابة الأخرى وهي بوابة التشريع التي يوصل إليها طبعا جسر الجمهورية الذي أغلق أيضا. إذن البوابتان يتجمع عندهما الآن المئات من أنصار القوى التي خسرت الانتخابات، وأيضا هناك من طالب بتظاهرات للاعتراض على عدم السماح من قبل السلطات العراقية لإقامة نصب تذكاري للقائدين اللذين قتلا طبعا بغارة أمريكية في بغداد، هنا قاسم سليماني وأيضا المهندس. هناك يعني من كان يريد إقامة نصب تذكاري لكن السلطات لم تسمح بذلك، أيضا هذا الأمر أدى إلى أن يطالب هؤلاء وأنصارهم بتظاهرة مماثلة للاعتراض على هذا الموقف الرافض لإقامة مثل هذا النصب التذكاري. طيب هل هنالك أي تفاعل مع هذه الدعوات لتظاهر منتظر؟ نعم، يعني الأعداد التي شاهدناها والتي تتجمع عند البوابتين هي الأعداد لا تزيد عن المئات، بضعة مئات من هؤلاء، ربما تلتحق بهم طبعا أعداد أخرى، لكن هل سيتوجهون إلى مطار بغداد؟ هذا ما يقلق السلطات لتنظيم تظاهرة هناك اعتراضا على عدم السماح بإقامة هذا النصب التذكاري. لذلك القوى الأمنية مستنفرة بالفعل في هذه المناطق سواء في محيط المنطقة الخضراء أو حتى في الطريق المؤدي إلى مطار بغداد الدولي. طيب منتظر، هل هنالك أي مواقف صدرت حتى اللحظة، أي اختراق جديد، تسريبات فيما يتعلق بتحالفات تشكيل الحكومة؟ يعني باستثناء التحرك الذي قام به الإطار التنسيقي باتجاه أربيل والجولة التي قام بها قادة الإطار التنسيقي هناك ولقاء الزعامات الكردية، لم يحدث أي خرق جديد. كل ما جرى الحديث عنه هو لتنسيق المواقف طبعا تجاه مسألة تشكيل الحكومة المقبلة وتنسيق المواقف في هذا الاتجاه ليس أكثر. أما بالنسبة طبعا للبيت السياسي الشيعي، الخلافات ما تزال إلى الآن
تعصف بالقوى المشكلة طبعا لهذا البيت السياسي. نتحدث هنا عن الكتلة الصدرية إضافة إلى قوى الإطار التنسيق الشيعية الأخرى. الخلافات على أشدها، لم يجري التوصل إلى أي اتفاق حتى هذه اللحظة، رغم الحديث عن وجود ما يشبه الصفقة التي يمكن أن تخرج إلى العلن قريبا، لكن إلى الآن لا توجد أي مؤشرات على ذلك. من بغداد الزميل منتظر رشيد. منتظر، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به من معلومات معنا. شكرا منتظر. من بغداد ينضم إلينا المحلل الأمني والسياسي السيد بسام القزويني. سيد بسام، أهلا بك معنا. وإغلاق لجسر الجمهورية في إطار استعدادات أمنية للتصعيد قادم، من جهة اعتراض على النتائج من الكتل الخاسرة، ومن جهة أخرى اعتراض على رفض السماح لهم بنصب لأبو مهدي المهندس في شارع المطار ببغداد. حدود تصعيد هذه الفصائل أين يمكن أن تصل؟ يعني هل نتحدث فقط عن تظاهرات مناوشات محدودة، أم أنه فعلا القادم هو تصعيد أكثر خطورة؟ شكرا سيدة السابيح. أنا أرى حقيقة في أن هذا الاحتجاج وهذا التصعيد الذي يأتي في كل جمعة بعد إعلان نتائج الانتخابات، أستطيع القول أنها جمع الانتساب إلى الحكومة الجديدة، أي أن كل ما يجري من تصعيد واحتجاجات هو لغرض الوصول إلى السلطة أو الحفاظ على ما تبقى لدى هذه الفصائل ولدى هذه القوى السياسية المتورطة بالإخفاق والفساد، وبالتالي تمضي باتجاه أن تكون هنالك قوننة لمزاجها الخاص على حساب القوانين الدستورية، وبالتالي لا تمتلك حتى الآن ديناميات متسقة، بل تمتلك ديناميات متناقضة، أي أن بعد إعلان نتائج الانتخابات ذهبت إلى الاحتجاج، وبالتالي يفترض أن تفرغ هذه السوح من الاحتجاجات بعد انتقال النتائج من المفوضية إلى المحكمة الاتحادية وتقديم دعوة لدى هذه المحكمة لإلغاء النتائج، وسواء بتت المحكمة بإلغائها من عدمها، يفترض من اللحظة أو من لحظة تقديم الدعوة أن تفرغ هذه الساحات من إطار التنسيقي، لأنه حقيقة هنالك محاولات لإمضاء القوانين الشخصية والمزاجية للحكومات الداخلية للميليشيات وللقوى السياسية على حساب القوانين الدستورية، وبالتالي تتخذ حقيقة من عدة مجالات، تبحث عن توسيع دائرة الاحتجاج، تفرض حقيقة وجودها باتجاه أن يكون هنالك عنف. ولكن هل هي حقيقة قد تذهب إلى تصعيد أخطر يؤدي إلى انزلاق أمني في الشارع العراقي، أم أن ما يحدث هو فقط في إطار الضغوط على خارطة التحالفات قبل تشكيل الحكومة، أو الضغوط على مقتدى الصدر تحديداً؟ نعم، سؤال ذكي جدا. هذا ما يدور بالكامل هو ضغوط على الصدر بالمجمل وليس على الحكومة. الحكومة حتى الآن تتصرف بعقلانية وبرشد، وأيضا هي تحتكم إلى الماضوية لا الطوباوية، بمعنى أنها تتخذ السبل المتاحة لتحييد هذه الاحتجاجات، وتقدر جيدا حجم التهديدات لهذه الميليشيات، في قبال ذلك هي غير طوباوية، إلا أنها لا تمضي بالمثل وبالاقتراحات التي لا يمكن تنفيذها. وأعتقد في أن حق الإجهاض للحكومة الحالية تجاه هذه الاحتجاجات، إن كانت بعدة ذرائع وبعدة أسباب، هي إعلان نتائج الانتخابات، أي إنما حينما تصدق المحكمة الاتحادية على النتائج ينتهي كل شيء، وما يثار في الشارع من قفز على الدولة سيمضي باتجاه ويخرج من دائرة الاحتجاج السلمي إلى الخروج عن القانون، لأن المحكمة الاتحادية هي جهة قانونية تبت في القضايا الدستورية، وبالتالي هذا يلزم قوى الإطار التنسيقي الداعم لهذه الاحتجاجات أن تفرغ سوح التظاهر فورا، وأن تدعو إلى التهدئة والامتثال للقانون. ولو أن الدستور العراقي يمنح المحكمة الاتحادية العليا خيار الإطار الزمني المفتوح لإعلان النتيجة، مصادقة على الانتخابات أو إعادة فرز جزئية أو حتى إلغاء نتائج هذه الانتخابات، ولكن الوضع الأمني المتوتر الآن ألا يحمل المحكمة الاتحادية العليا قليل من المسؤولية، بمعنى أن التروي أصبح أمر يزيد من تعقيد الأمور والمشهد في العراق؟ هناك سيناريو معد حقيقة، أو سيناريو مدروس، بأن تأجيل جلسات المحكمة الاتحادية يأتي وفق طعون جديدة يقدمها الإطار التنسيقي،
إلا أن حقيقة الأمر ربما هنالك جنبة سياسية تراعي الشارع وتمضي باتجاه أن تكون هنالك تسوية سياسية قبيل مصادقة على النتائج، وهنالك مساحات واسعة. أعتقد في أن زيارة الصدر للإطار التنسيقي في بغداد كانت سببا حقيقة في عدم حل المعضلات، لأنه أتاح فرصة وأمل بأن هنالك ربما تكون فرصة أخرى لأن تكون حكومة توافقية، وفي قبال ذلك الشارع العراقي غير مكترث للعناوين بقدر ما هو يترقب سلوك. ولكن حقيقة لا مؤشرات على ذلك سيد بسام، يعني جولة للإطار التنسيقي في أربيل، حديث عن صفقة شيعية، ولكن لا شيء حقيقي الآن، فقط في إطار الاجتماعات، الجولات والأخبار المسربة عن صفقات قد تحدث. بالتأكيد لا يوجد شيء واضح حتى الآن، هنالك مناورات وأيضا هنالك لوم حتى على القوى الكردية التي لم تقف موقفا شجاعا من إبداء ريها، فهي تتحدث عن أن هنالك تفاهمات مع الصدر. في قبال ذلك هي تقول أننا لن نمضي في تشكيل حكومة إلا بوجود الإطار التنسيقي. لا يوجد هناك موقف واضح شجاع حقيقة من القوى الكردية، والذي تترقبه أيضا القوى السنية، أي أن القوى السنية تمضي وترى أن هنالك خبرة لدى القوى الكردية في السياسة وفي العملية السياسية ما بعد العام 2003، وبالتالي تمضي وتنظر إلى سلوك كردستان لحقيقة أيضا تقول وتعترف بماهية معالجاتها أو القضايا التي تتطلبها حقيقة لجمهورها أو للعراقيين. بالتالي اليوم هنالك معضلة، هذه المعضلة تحتاج إلى حقيقة انتقالها من الحوارات المتعرضة للتعويق إلى حوارات بناءة يفترض أن تكون سريعة بإنتاج حكومة ليست بالمستوى الذي يكون هنالك توافقية ولا حتى أغلبية. لماذا لا نقول أن هنالك سيكون اتفاق إن كانت جادة هذه القوى في التغيير مع الشارع العراقي، أن تكون في الاتفاق جادة على سبيل المثال بدعم السيد الكاظمي لولاية ثانية في قبال أن تذهب جميعها إلى البرلمان بمعالجات وبمعارضة منتجة تراقب الأداء الحكومي، تفسح لرئيس الوزراء باختيار كابينة وزارية غير متحزبة غير تابعة لقوى سياسية. هذا ينقل العراق إلى حقيقة مرحلة جدية في محاولة رأب الصدع العملية السياسية، لأن ما يدور حقيقة هو نفس عين السلوك الذي انتهجته جميع القوى من العام 2003 وحتى هذه اللحظة. من بغداد المحلل الأمني والسياسي السيد بسام القزويني، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به معنا من إيضاحات في هذا المباشر. وفي استوديو الحدث بعد قليل أيضا مشاهدينا، إيران تلتف على العقوبات وتقايض ضفتها بالشاي السريلانكي. التصعيد أخذ بالاتساع، حيث نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي من محاولة اغتيال فاشلة. هل هناك معلومات عن قتلى بين المتظاهرين؟ من يمتلك هذه التقنية ومحاولة الانقلاب هذه ممن؟ فقد تعرض منزلي إلى عدوان الجبان. السلاح المنفلت هو الخطر الرئيسي الذي يهدد إشارة أمني كثيف. هل يعني هذا أن الكاظمي دخل الآن في مرحلة الصدام مع التابعين لإيران؟ هذا يدلل على أن لا تسليم سلمي للسلطة في العراق. هو لديه مشكلة واحدة فقط، أن هذا الرجل أوقف المشروع الإيراني في العراق. هل تملك هذه الميليشيات هذا القدر من القوة والسلطة؟ من المستفيد من إزاحة رئيس الحكومة عن المشهد القادم في العراق؟ في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهداً، تشكل خبراً، تصنع حدثاً.
أهلا من جديد مشاهدين. وافقت طهران مؤخرا على مبادلة ديون سريلانكا عبر سدادها بصادرات الشاي وفق تقرير نشرته مجلة فوربس. وقعت طهران مذكرة تفاهم لمقايضة الديون بالشاي مع سريلانكا مؤخرا، حيث تدين شركة سيلان بتروليوم لطهران بحوالي 251 مليون دولار، فيما ستدفع وزارة المالية السريلانكية نحو 5 ملايين دولار شهريا لمصدري الشاي. هذا التقرير أشار أيضا إلى أن إيران تعيد أحياء صفقات المقايضة لمحاولة الالتفاف على العقوبات الدولية. صدقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلية على ميزانية دفاع إضافية يبلغ مجموعها نحو 3 مليارات دولار، وذلك في إطار بنود سرية تهدف للاستعداد لعمل عسكري ضد إيران وفق صحيفة إسرائيل هيوم. وقالت الصحيفة إن الخطوة تأتي وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تعد خطط طوارئ للعمل عسكريا ضد إيران حال فشل الجهود الدبلوماسية في تقليص برنامجها النووي. أشارت الصحيفة إلى أنه تقرر تحول الميزانية لوزارة الدفاع الإسرائيلية في إطار تحويلة سرية على أن تناقشها اللجنة المشتركة لميزانية الأمن. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هذه الإضافة تقررت خلال الأسابيع الأخيرة، لذلك لم تشمل في الميزانية العامة. معنا من القدس المحلل السياسي سيد شلومو جانور. سيد جانور أهلا بك معنا. مصادقة لجنة الكنيست على ميزانية دفاع تقدر ب3 مليارات دولار، هل يعكس استعدادا لهجوم قادم عمل عسكري ضد إيران؟ لا شك أن المصادقة هي تمت بصورة سرية، تمت في نهاية الأسبوع، وذلك لتفادي نشر هذه الأخبار وأيضا لمواجهة الإعلام بصورة عامة. البنود هي لا تزال سرية، أيضا أعضاء الكنيست بأكملهم سوف لا يطلعون على هذه البرنامج، وهذا من ضمن الاستعدادات الإسرائيلية لمواجهة أي طارئ. طيب ما نقطة الصفر بالنسبة لإسرائيل، محددات نقطة الصفر هذه؟ لأنه إعلان فشل المسار الدبلوماسي أمر معقد، ولا رغبة أمريكية ولا أوروبية بالإعلان عنه ولو تعثرت المحادثات في فيينا. إسرائيل أمام معضلة وهامة بالنسبة لإمكانية الهجوم. هل التسليم بوصول إيران وامتلاك إيران القدرة النووية أي القنبلة النووية، أم القيام بقصف المنشآت النووية ما قبل أن تمتلك إيران هذه القدرة؟ هذه هي علامة السؤال، وهذا مرتبط بصورة مباشرة مع نتائج المفاوضات في فيينا. الاعتقاد في إسرائيل أن هذه المفاوضات سوف لا تنتهي بالنتائج قد ترضي إسرائيل، وأنها ستهدد أمنها الوجودي، ولذلك عليها مواجهة هذا الخطر بمفردها، أي مواصلة الاستعداد للقيام بمواجهة التحديات النووية الإيرانية، سواء انضمت الولايات المتحدة وقوى دولية أخرى مع إسرائيل أم إسرائيل ستكون بمفردها. كل هذا يتطلب إلى تجهيزات. وهل وارد أن تقوم إسرائيل بأي عمل عسكري منفرد؟ إن كانت التصريحات العسكرية لتل أبيب تقول إنه يصعب ذلك دون معونة القوات الجوية الأمريكية، استنادا إلى أقوال الجنرال تومير بار القائد الجديد للسلاح الجوي الإسرائيلي الذي سيتسلم مهام منصبه بعد عدة أشهر، وهو الآن قائد شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، يقول بأنه بمقدور القوات الإسرائيلية سلاح الجو الإسرائيلي بصورة خاصة القيام غدا بشن غارة على المنشآت النووية الإيرانية وتدميرها وتحقيق الهدف. هذا استنادا إلى أقواله، ويقول أيضا بأنه، وهذه المعلومات نشرت صباح اليوم في مقابلة مع صحيفة يديوت أحرنوت الإسرائيلية، وأيضا يشير الجنرال تومر
بأنه السلاح الجوي الإسرائيلي بمقدوره القيام بمثل هذه العملية، وأنه بالعتاد والسلاح والتدريبات التي يقوم بها باستطاعته تنفيذ المهمة حتى لو لم يحصل على طائرات الوقود الأمريكية، بالرغم من استمرار المساعي للوصول إلى الحصول عليها. يقول بأنه هناك إمكانيات للوصول إلى طهران، إلى إيران، إيران مكشوفة، وسلاح الجو الإسرائيلي بمقدوره الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. سيد شلومو، برأيك لماذا لم تنجح إسرائيل في إقناع الجانب الأمريكي بإبداء موقف واضح من إيران، موقف عسكري واضح حال فشل هذه المحادثات في فيينا، رغم التعثر في فيينا، ولكن لا يبدو أن واشنطن راغبة في الاتجاه إلى الخير العسكري مع إسرائيل؟ الولايات المتحدة برئاسة الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس بايدن لا تزال متمسكة بالحل الحل الدبلوماسي، وهي لا تفقد الأمل بالوصول إلى أي اتفاق مع إيران، بالرغم من شعور التشاؤم الذي تبديه إذا إمكانية الوصول، وهذا ما شعرت به إسرائيل أيضا من خلال المحادثات التي أجراها المستشار الأمن القومي الأمريكي في إسرائيل أمس الأول، وأيضا من جراء التبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين. ولكن الولايات المتحدة لها سلم أفضليات الدولي يتغير عن الأهداف الإسرائيلية. الولايات المتحدة لا بعيدة عن التهديد الإيراني المباشر، في حين أن إسرائيل هي ضمن إطار التهديد الإيراني، ولذلك هنا التناقض في وجهات النظر، بالرغم من الموافقة على خطورة القدرة النووية الإيرانية النووية في حال امتلاكها. ولكن كيف التعامل مع هذا الخطر؟ هنا التباين القائم، وإسرائيل لا تريد المخاطرة بأمنها، بسلامة وجودها، وبسلامة مواطنيها. من القدس المحلل السياسي السيد شلومو جانار، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به من ضحت. أعلن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران إنريك مورا انطلاق الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا الاثنين المقبل، وأضاف أنه من المهم أن يتم تسريع وتيرة القضايا الرئيسية المعلقة والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة. بعد خيبة أمل أوروبية حول المفاوضات النووية الإيرانية، الجولة الثامنة تحجز تاريخاً جديداً لها قبل نهاية العام وفق إعلان الاتحاد الأوروبي. طهران وقبل أسبوع من بداية المحادثات أعلنت أنها نجحت بالحصول على موافقة شفهية على أفكار اقترحتها في مسودة ستتم مناقشتها الأسبوع المقبل. لم تظهر الدول الأوروبية الثلاث، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، في الواقع أي جديد خلال المفاوضات. ورغم أننا واجهنا صعوبات وتحديات خلال المحادثات، فقد نجحنا في الحصول على موافقة شفهية على أفكار اقترحناها في مسودة ستتم مناقشتها الأسبوع المقبل. الخارجية الإيرانية هاجمت فرنسا واعتبرت موقفها من المفاوضات غير بناء، وذلك بعد أن قالت باريس إن طهران تسعى لكسب الوقت لامتلاك سلاح نووي. المفاوضون الأوروبيون يعتبرون أنه لم تبقى سوى مساحة صغيرة جداً للحوار، وأن تسريع وتيرة المفاوضات بالتنسيق مع واشنطن لإنقاذ اتفاق عام 2015 ضرورة ملحة. هذه التطورات كانت سبقتها جولة خيمت عليها التوترات بسبب مطالب جديدة من الجانب الإيراني، والسماح لكبير المفاوضين الإيرانيين بالعودة إلى بلاد للمشاورات أدى إلى توقف المفاوضات. أبرز التحديات التي تواجهها المحادثات النووية هي الاتفاق على كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
مع احتمالات تأخر حيال اتفاق نووي الإيراني مع الغرب، نقل مسرح المعارك من الواقع إلى الفضاء الإلكتروني. هو حال الصراع الخفي بين إسرائيل وإيران كذلك. صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية تميط الإثام عن هجمات سيبرانية متبادلة بين تل أبيب وطهران حفزت سباقاً موازياً لسد الثغرات الأمنية. الصحيفة الأمريكية تحدثت عن توقف جامعة طهران وهي أقوى الجامعات في البلاد عن العمل بعد تعرضها لهجمات سيبرانية. صحيفة لوس أنجلوس تايمز قالت إن الهجمات التي تعرضت لها الجامعة الإيرانية تمثل تحولاً في استهداف مواقع مدنية واقتصادية بعد أن كانت تقتصر على مواقع عسكرية ومنشآت نووية حساسة. الصحيفة نوهت إلى أن هذا التغيير في النمط من قبل الإسرائيليين يمهد لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد المنشآت النووية الإيرانية. سبق الهجوم على جامعة طهران هجوم إلكتروني استهدف نظام توزيع الوقود في إيران، أدى إلى توقف محطات الوقود البالغ عددها 4300 محطة في البلاد. بعد الحادث بأيام تعرضت إسرائيل لهجمات إلكترونية استهدفت منشأة طبية كبرى، واتهم مسؤولون إسرائيليون إيران بالوقوف خلفها. هذا ما كشفه تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، حيث قال إن النظام الإيراني أجرى عمليات إلكترونية استهدفت الحكومات وكذلك الكيانات التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية. تقرير الصحيفة الأمريكية أكد أن الحرس الثوري الإيراني هو من يقف وراء هذه الهجمات الإلكترونية عبر تجديد القراصنة من خارج الحكومة. ومن جانبه الجيش الإسرائيلي كان أعلن عن انضمام فرقته المشتركة للدفاع السيبراني إلى القيادة الإلكترونية الأمريكية لإجراء تدريبات لمواجهة الهجمات الإلكترونية الإيرانية. حول طبيعة الهجمات السيبرانية الأخيرة، وإن كانت مؤشر على استعداد إسرائيل لمواجهة عسكرية أشمل مع إيران، من القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور فرحات مجددا أهلا بك معنا في استوديو الحدث، وكيف تنظر إلى الاستهدافات الأخيرة، تغير في نمط هذه الاستهدافات التي كانت تطال منشآت عسكرية ومنشآت نووية، هذه المرة منشأة مدنية؟ يعني هذا هو تحول نوعي مهم، وأعتقد أنه نتيجة للخبرة الكبيرة التي باتت تمتلكها إسرائيل وإيران أيضا في سياق المواجهات غير المباشرة بين الجانبين. وبالتالي أعتقد أن ما يجري هو تطوير بالفعل لهذه التجربة وهذه الخبرة وهذه الأدوات المهمة التي باتت يمتلكها الطرفين. انتقال إلى أهداف مدنية، يعني أعتقد أنه يمكن أن يطور استراتيجية لدى إسرائيل بتوجيه ضربة شاملة لإيران لتعطيل عدد كبير من المنشآت المدنية بالإضافة إلى المنشآت النووية أيضا. وأعتقد أن هذا راجع إلى أمور كثيرة، منها أن يعني بات لدى إسرائيل قناعة قوية بأنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية أو الحليف الأمريكي لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران بسبب تعقيدات هذه المسألة وبسبب تفاوت أو تباين أولويات كل طرف بالمقارنة بالطرف الآخر. هناك أيضا قناعة أو وفقا للكثير من التقارير أن البدء بعمل عسكري أو بالدخول دخول الطرفين في مواجهة عسكرية شاملة يعني مسألة أيضا معقدة بشكل كبير، وربما ولكن ألا يفهم التحفظ من جانب تكرار الهجمات السيبرانية وتغيير نمط هذه الهجمات أنه قد يكون بداية لمواجهة أشمل، مواجهة عسكرية بين الجانب الإسرائيلي والإيراني؟ نعم، هذا يعني يمكن أن يكون هناك تكامل بين الطريقتين، العمل العسكري وأيضا الهجوم السيبراني. لا يوجد تناقض بين المسألتين، بل يمكن الاعتماد أو تحقيق التكامل الكبير بين الجانبين، عمل عسكري ويسبقه أو يتزامن معه أيضا يعني أنماط من الهجوم السيبراني التي تستهدف يعني مواقع أو منشآت وأهداف مدنية بجانب المنشآت العسكرية. فلا يوجد تناقض بين الآليتين أو النمطين من الحروب السيبرانية أو الفعلية، ولكن يعني إذا افترضنا تأخر العمل العسكري فهذا سيعني
تأكيد أو تكثيف إسرائيل من الهجمات السبرانية بسبب النجاحات المهمة التي حققتها. صحيح أنها لم تؤدي إلى تعطيل أو إنهاء البرنامج النووي الإيراني أو المنشآت النووية أو خروجها بشكل كامل من الخدمة، ولكن العمليات السبرانية أثبتت قدرتها على تحقيق أو زيادة حجم التكلفة الإيرانية سواء المدنية أو العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، فدخول الأهداف المدنية على الخط هذا سوف يتكامل أيضا مع الأهداف يعني من العقوبات المفروضة على إيران. العقوبات تستهدف القطاع الاقتصادي بالأساس أو الاقتصاد الإيراني، وبالتالي دخول الهجمات أو الأدوات الحرب السبرانية على الخط أيضا سوف يزيد من تكلفة العقوبات المفروضة على إيران. فبالتالي يعني في تصور أن هناك تكامل كبير، لا يمكن القول بأن التوسع في الهجوم السبراني يعني بالضرورة استبعاد العمل العسكري، ولكن قد يكون هناك تكامل كبير بين الجانبين، سواء العمليات السبرانية تمهيد لعمل عسكري أو على الأقل اعتماد عليها لفترة طويلة يمكن أن تكون بديل أو ورقة إضافية بجانب العقوبات المفروضة على النظام الإيراني. ولكن زيادة وتيرة هذه الهجمات تزامنا مع محادثات فيينا المتعثرة بالأساس، كيف سينعكس على هذا المسار؟ هل سيغير من السلوك الإيراني يعني أم بالعكس تماما؟ في 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 تقديري لن تكون يعني هذه الأدوات لن تسني النظام الإيراني عن الاستمرار في البرنامج النووي، أو لن تغير. أتحدث عن السلوك التفاوضي في فيينا بالضبط. يعني النظام الإيراني أعتقد أنه يتسم بدرجة كبيرة من التشدد وعدم المرونة، بمعنى أنه لن يربط بين موقفه التفاوضي في فيينا مع يعني بالهجوم السبراني الإسرائيلي على المنشآت المدنية أو العسكرية الإيرانية. أعتقد ما زال هناك يعني درجة كبيرة من التمايز أو يعني الاستقلال بين المسارين. النظام الإيراني يتسم بدرجة كبيرة من عدم المرونة، بمعنى أن الهجوم السبراني الإسرائيلي لن يؤدي إلى إبداءه مرونة في المفاوضات. يعني قراءة متكاملة للمشهد بشكل عام، النظام الإيراني لا يتعرض لضغوط حقيقية فاعلة تجبره على تغيير موقفه من فيينا. يعني لا توجد توتر كبير في العلاقات الأمريكية، يعني بل بالعكس يعني هناك تهدئة واضحة من الجانبين. لا يوجد يعني هناك قراءة أيضا لتعقيدات أي عمل عسكري ضد إيران. على ما يبدو أيضا إيران بالتأكيد تقرأ أن النظام أو أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست على استعداد للدخول في عمل عسكري ضدها، وبالتالي كل هذه العناصر أعتقد أنها تحيد بشكل كبير تأثير الهجوم السبراني. وبالتالي الموقف الإيراني بشكل عام أعتقد أنه يقرأ المشهد بشكل يعني دقيق، دفعه يعني إلى إبداء درجة كبيرة من عدم المرونة في المفاوضات الجارية. إلى القاهرة دكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك على هذه اللحظات. عمقت الأمطار معاناة نازحين يقطنون مخيما يأوي الآلاف في مدينة حارم في محافظة إدلب، حيث غمرت مياه الفيضانات مساكنهم البائسة، اضطر النازحون ومن بينهم أطفال لعبور الممرات المغمورة بالمياه، فيما ظهرت بعض الخيام المتضررة وسط الطين. وقال نازحون يسكنون المخيم أن كل عام يتكرر هذا الأمر، إن هذه الموجة الأخيرة من الأمطار لم تبقي لديهم ثيابا. وفقا لتقارير فريق منسقي استجابة سوريا، فقد تضررت نحو 104 مخيمات في ريف محافظتي حلب وإدلب، أثر على أكثر من 3700 عائلة. العاصفة وقت إجت ما في عندنا شيء بيحمي عن العاصفة. الأرض تحت قامت تنطينا رطوبة، من الطريق قامت تفوت علينا مي، التراريح تبللت، يعني ما في عندك شيء إنه يسند تبع الخيمة. وطلع ما في عندنا، كلها خيام بليانة، صار لها 4 سنين الخيام هاي. يعني ما انه واحد جدد خيمته. والله من 4 ايام اجت هالعاصفه، طافت علينا الخيام، والمي داير ما يدور الخيام، الاولاد مرضوا، اغراضنا صارت كلياتها مي، لك كلياتها على الحبال، غدينا كلياتهن مي، انضمنا يعني الليل ما لنا عم ننامو.
طبعا احنا بنناشد الجهات المعنيه بهالموضوع انه تلاقينا حل ونرجع لبيوتنا. نحن ما ندري لا على الخيام ولا على التدفئه ولا على السله ولا على الطريق ولا على غيره. نحن بدنا نرجع لبيوتنا، نرجع نتقوى ببيوتنا، نرجع لبيوتنا، نرجع لايام عزنا. لاني صراحه بهالنزوح نحن صراحه تدمرنا. تصدى أهالي برجة شمال نابلس لهجوم نفذه مستوطنون خلف حوالي 130 إصابة جراء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وهاجم نحو 100 مستوطن منازل تقع على أطراف القرية الواقعة بمحاذاة مستوطنة حومش المخلات، ورشقوا المنازل بالحجارة ما أوقع أضرارا بها، وحطموا شواهد عشرات القبور. ساعة جديدة من استوديو الحدث نفتحها سويا بعد قليل، ابقوا معنا. اليوم يتكرر المشهد منذ أكثر من عام، وميليشيا الحوثي تحاصر مدينة مأرب. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 42 استهدافاً لميليشيات الحوثي وألياتها في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة. يعني هل هناك سلسلة جديدة من الاغتيالات بشكل مختلف الآن؟ كم قائد تابع لميليشيا حزب الله اللبنانية موجود الآن في اليمن؟ تتصاعد الأصوات في واشنطن المطالبة بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. هل علمت طبيعة هذه العقوبات؟ ما الذي أوصل اليمن إلى هذه الحالة؟ دور الأممي هو دور يعني محل تساؤل، أين هم مما يحدث عندما يأتي الشتاء؟ ستكون الأمور صعبة للغاية. يعني لم ننزح، ما عادش لنا طاقة، تبهدلنا كثير. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد. لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك. قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعداً في كل يوم. ست جولات من المفاوضات مع إيران في فيينا. 65,000 انتهاك ارتكبها الحوثيون بحق الطفولة. 84 طائرة بدون طيار، 15 صاروخ باليستي. ما هي الأجواء الأمنية على الحدود؟ الضغمة السياسية الحاكم التي أوصلت لبنان. لا مساعدات مالية ستحول إلا بتنفيذ ووجود حكومة. يأخذ التصعيد في العراق منحا خطيرا. احتلال مناطق جديدة في شمال شرقي سوريا للتحقيق في قصف استهدف مستشفى ميدانيا. في تونس امتدت احتجاجات عنيفة. هل لمستم نية إثيوبية حقيقية في التوقيع على اتفاق يخص سد النهضة؟ ما هو الوضع الآن وما السيناريوهات المتوقعة لليوم؟ الجانب الليبي من جهة الشرق لم يتلقى أي معلومة. لن يكون هناك حل سياسي مع هذه الجماعة إلا بعد أن يتم تحرير مدينة الحديدة. أخبار عاجلة ترد الآن، سعودية تعترض مسيرة مفخخة. وسط إجراءات أمنية وإغلاق جسور في العاصمة السودانية،
من المقرر أن تنطلق هذه التظاهرات في هذا التوقيت تحديداً؟ الحساب أصبح ثقيل بالنسبة للأجهزة الأمنية، المحصلة قد تصل إلى 30 مجتمعة. وصل عبد الله حمدوك إلى القصر الجمهوري وهذه الأخبار العاجلة. هناك انتظار من قبل بعض الشخصيات القومية. خلونا نتوحد كسودانيين ونعاين مصلحة الوطن. اليوم عودة الدكتور عبد الله حمدوك في إطار إعلان سياسي، كيف سيتعامل مع الشارع، بل من سيقود الشارع حتى؟ هل من دعوات لمزيد من التظاهرات بالأيام القادمة أيضا احتجاجا على هذا الموضوع؟ هذه الوثيقة لا دستورية الذي تم في الخطوة اليوم يفتح الباب واسعا أمام اندماج المجتمع السوداني. هناك قبول من بعض المكونات السياسية وهناك رفض من قوى سياسية أخرى لعودة حمدوك بهذه الطريقة. التحالف يدمر مخازن أسلحة، نقلها الحوثي أثناء المهلة من ملعب الثورة إلى معسكر التشريفات في صنعاء. بعد تعذر إجراء الانتخابات في يومها، يوم استقلال ليبيا يمر حزيناً على الليبيين. الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية دفاع سرية تقدر بثلاثة مليارات استعداداً لهجوم على إيران. استنفار أمني ببغداد تحسباً للتصعيد من قبل أنصار الخاسرين بالانتخابات، محتجين على رفض إقامة نصب للمهندس. الإمارات تحبط تهريب 1,000,000 قرص كبتاغون في شحنات ليمون تحمل علامة صنع في لبنان. أهلا مشاهدين للساعة الثانية من استوديو الحدث. شوارع خالية ومراكز اقتراع مغلقة، هكذا كان حال يوم الاقتراع الذي كان مقررا اليوم في البلاد، وفيما كان من المفترض أن يتوجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع في التاريخ الذي يصادف يوم استقلال بلادهم قبل حوالي 70 عام، لكن الصناديق المقفلة بسبب تأجيل الاستحقاق الرئاسي جعلت الناخبين بلا أصوات، ومرت بهذا ذكرى الاستقلال دون أن تسجل البلاد مرورها بمحطة تاريخية هي انتخاب رئيس. السبب فيها طبعا الناس السياسيين اللي طبعا هم الأخوان المسلمين، عرفتوا ولا لا، وهم اللي طبعا ما يبوش الانتخابات، اللي بيخربوا الانتخابات لأن هم ما عادش عندهم شعبية داخل ليبيا يعني وفي الوطن العربي بصفة عامة. ونحن كشعب ليبي وشعب يعني أغلب الشعب الليبي بانتخابات، وهم طبعا يبوا يخربوا الانتخابات. أنت شوف طرابلس أمس ولامس دخلوا له بقوات مسلحة هونيه، فهمت علي، ولا ميليشيات، واحتلوا مقر الحكومة، وهم يدعوا إن هم يبوا الانتخابات، يبوا إن هم ما يبوش انتخابات، طبعاً يبوا يخربوا الانتخابات. حالياً الوضع ضبابي بعض الشيء، خاصة بعد الضغوط التي مورست على المفوضية العليا للانتخابات، يعني حول تأجيل الانتخابات الرئاسية بمعنى أصح، وهي الأهم من الانتخابات البرلمانية. طبعا كل الدول الخارجية أكدت على ضرورة وجود الانتخابات، ولكن حاليا أقرت أيضا بأن التأجيل لابد منه لكي يتنظم الوضع أو يتم تنظيمه أكثر، خاصة حول القوانين القادمة للمفوضية. وفرحنا وكان أملنا كبير أن هو بكرة نقوم نحن بالانتخاب رئيس دولتنا بحمد الله والبرلمان ونمشي للأمام، لكن بالطريقة هذه نحن نبنى نردوا للمربع الأول اللي هو مربع التأخير والتهميج. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب بالتزام مفوضية الانتخابات الليبية بالعملية الانتخابية القائمة،
حث على ضرورة أحياء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في ظروف مواتية لإنهاء الانتقال السياسي سلميا. وأكد بيان صادر عن مكتب الأمين العام الأممي، أكد أن المستشارة ستيفاني ويليامز ستواصل دعم العملية الانتخابية لمواجهة التحديات الراهنة وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن. قبل ذلك دعت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف الملائمة للمساهمة في حل الأزمة السياسية بالبلاد. وقالت ويليامز في بيان أنه لا ينبغي استخدام التحديات الحالية في وجه العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر 15 الماضية. وحثت ويليامز جميع الجهات السياسية للتركيز على العملية الانتخابية وتهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان انتخابات شاملة ونزيهة تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف. من جانبه دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في كلمة بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، دعا إلى تجنيب المواطنين الليبيين ويلات الحرب وتعزيز المصالحة الوطنية. وقال المنفي إن المجلس لن يسمح بالمساس بوحدة الشعب الليبي وسيادته، وإنه لن يتهاون حتى تستعاد الإرادة الليبية الموحدة. نحن اليوم لن نتهاون أو نستكين حتى نعيد التاريخ نفسه بإرادة ليبية موحدة. عهد للدولة جديد، واحد في الإرادة والإدارة، واحد في الإقليم والإقنوم، واحد في القرار والمصير. فلا مساس بوحدة الشعب وسيادته، ولا تهاون في ذلك ولا تفريط. من بنغازي ينضم إلينا الزميل محمد مسعود، ومن طرابلس ينضم إلينا الزميل منير لشهب. أهلا بكما معنا في استوديو الحدث. أبدأ معك محمد من بنغازي، وانقل لنا بوصف الصورة، كيف هي خيبة الأمل الليبية هناك من عدم إجراء الانتخابات اليوم؟ كان اليوم من المفترض أن تفتح مراكز الاقتراع. نعم تسبيح، بالفعل هناك حالة من الإحباط يعني يعيشها الشارع الليبي أو الليبيون هنا، خاصة في هذا اليوم يوم الجمعة، كون أنه كان من المفترض أن يتم فتح جميع مراكز الاقتراع. نتواجد الآن تسبيح من خلفي أكبر مركز اقتراع في المدينة، مسجل به ما يقرب 7000 ناخب في هذا المركز من خلفي الآن فقط. وهناك يعني حركة شوارع خالية في المدينة كما تشاهدين الآن. التقينا ببعض المواطنين وسكان هذه المنطقة، عبروا عن انزعاجهم وإحباطهم من تأجيل العملية الانتخابية وعدم ثقتهم في كل الأجسام السياسية المتواجدة حاليا. ما بعد كان انتظارهم للعملية الانتخابية هو مفتاح الحل للمعادلة السياسية أو لهذا الانسداد وتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاقتصادية في عموم البلاد. وأصبحوا يعولون على تاريخ 24 من يناير، رغم أن فرصهم أو طموحهم حتى بتحقيق هذا الاستحقاق في التاريخ الذي قدمته مفوضية الانتخابات أصبح يشوبه نوع من عدم الثقة، خاصة في ظل الصراع الدائر حاليا والمستفيدين من تأجيل العملية الانتخابية. لذلك الصورة كما تشاهدينها من خلفي الآن مع السادة المشاهدين، يبدو هناك حالة من اليأس والإحباط يعني تعم وتسود الشارع الليبي اليوم، بعد ما كان هذا اليوم من المفترض أن يكون نقلة من مراحل الأزمات أو مراحل الصراع والعشرية الماضية إلى مرحلة جديدة من البناء والاستقرار، على الأقل في ظل مجلس نواب منتخب جديد وأيضا رئيس يكون هو أول رئيس للبلاد منذ 10 سنوات يختاره الليبيون. لذلك نشهد هناك حتى خلال ردود فعل المواطنين تسبيح يعني بادية على وجوههم ملاحم أو ملامح الحسرة على عدم تنفيذ هذا القانون الانتخابي ويعني تنفيذ كل هذا الاستحقاق الانتخابي، خاصة في ظل هذا اليوم. ويظل تعلقهم بهذا التاريخ باعتباره تاريخ الاستقلال أو ذكرى استقلال الدولة الليبية قبل 70 عاما من الآن. لذلك الصورة تتحدث عن نفسها، حالة الإحباط تسود الشارع بالفعل والتعويل على التاريخ الجديد، ولكن في نفس التوقيت هناك رغبة جادة من الليبيين اليوم، خاصة ممن التقيناهم هنا في الشارع تسبيح، عن تقصير الأمم المتحدة والبعثة
الأممية باعتبارها من وضعت هذا التاريخ في ملتقى الحوار السياسي، وكان من المفترض أن تطبق يعني عقوبات على الجهات المعرقلة، ولكن حتى الآن لم يلحظ الليبيون أي عقوبات على أي جهة كانت، وأصبح هم من يدفع الفاتورة أو ثمن هذا التأجيل للعملية الانتخابية، بينما كل من يتواجد على سلطة الحكم هم المستفيد من عملية التأجيل حتى هذه اللحظة الآن. هذا شرقا، كيف هي الصورة غربا معك منير؟ كيف تعامل الليبيون في طرابلس مع واقع تأجيل الانتخابات، وهل يثقون في الموعد الجديد يناير؟ الوضع لا يكاد يختلف هنا للمواطنين سواء شرقا أم غربا، فخيبة الأمل هي خيبة واحدة سواء كانت في بنغازي أو طرابلس أو سبها أو أي مدينة ليبية. جميع الليبيون لعل في طرابلس بالتحديد كانوا يبحثون عن فرصة لتوحيد البلاد من جديد سياسيا لعل وأنهاء حالة الانقسام السياسي، ولكن لطرابلس وضعية خاصة باعتبارها العاصمة هنا، وهي من كانت تدفع فاتورة الحرب في الخلافات السياسية والعسكرية كثيرا، خصوصا الخلافات التي كانت تتحدث عن السلطة، فهي مركز السلطة هنا في البلاد وأيضا مركز المال هنا في البلاد، كان يدفع هذه الفاتورة هم سكان طرابلس وخصوصا منطقة جنوب طرابلس التي عانت من ويلات حرب كثيرة، يعني العديد من الحروب أقيمت في جنوب طرابلس وعانى أهلها النزوح. بالحديث مع الناس هنا الكل كان يعول على 24 ديسمبر كموعد سابق للانتخابات منذ أكثر من سنة. الليبيون ذهبوا لاستلام بطاقاتهم، أكثر من 2,400,000 ناخب استلم بطاقاتهم من أجل الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في عملية حسب ما يرون أنها توحيد لليبيا وأنهاء حالة الانقسام وأبعاد شبح الحرب عن كل ليبيا وعن طرابلس بالتحديد. لعل ما يحدث هنا هو خيبة أمل منذ أيام، الجميع هنا يضع يده على قلبه خوفا من نشوب اشتباكات عسكرية أو خلافات بين القوى المسلحة هنا أو هناك أو هجوم من خارج المدينة على مقر الحكومية، فالجميع هنا لا يرغب في نشوب حرب جديدة خصيصا بعد ما عانته طرابلس من ويلات الحرب. ولكن خلال من ساعات يعني خلال تجولنا داخل المدينة في الصباح، يعني هو كان يوم جمعة يوم عطلة هنا، وهو في العادة يكون تكون فيه الشوارع فارقة كالعادة يعني، ولكن بعد الساعة 9 بدأت الناس في التحرك. أيضا كنا داخل ميدان الشهداء بطرابلس كالعادة، يذهب أهالي طرابلس إلى ميدان الشهداء في طرابلس يوم الجمعة، وأيضا حتى الزوار من خارج طرابلس يأتون هنا، العديد من الالتقاط بعض الصور لربما تذكارية، الحركة تكاد تكون عادية بالنسبة ليوم الجمعة، لكن باقي الشوارع فارغة. أيضا بعض الناس هنا منشغلون بهموم المواطنين هنا، لعل مشكلة الوقود ومشكلة الكهرباء كانت تجعل هنا المشاكل تزداد تتفاقم، وأيضا طوابير المحطة. طيب منير، الموعد الجديد المعلن من المفوضية لعرضه على مجلس النواب 25 يناير القادم، هل يتفاءل الليبيون أنه هذه المرة قد تجرى انتخابات الشهر المقبل؟ لعلي أقول أن الليبيون يأملون أن تقام الانتخابات في 24 يناير، ولكن الثقة لا توجد ثقة، فالجميع ينتظر منذ سنة، فالحديث هنا ما لم يستطع السياسيون حله خلال سنة كاملة هل يستطيع حله خلال شهر واحد من موعد الانتخابات؟ الجميع يرغب في إقامة الانتخابات في 24 يناير حتى يكون الموعد قريب، ولا نذهب إلى نفق مظلم ونذهب إلى سيناريو غير معلوم للليبيين، وخصيصا في طرابلس الذين يخافون أن نذهب إلى سيناريو غير معلوم يدفع بعض الجهات إلى التحرك عسكريا أو تحرك بعض القوات عسكريا سواء من داخل المدينة أو أيضا من خارج المدينة. نعم، من طرابلس زميل منير الأشهب، ومن بنغازي زميل محمد مسعود، شكرا جزيلا لكما على ما أطلعتمنا عليه من معلومات في هذا المباشر. ما كان منتظرا اليوم تحقيقه وهو إجراء الانتخابات ذهب أدراج الرياح ونثر على الليبيين حالة من اليأس والإحباط، يأتي ذلك بعدما قررت المفوضية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات واقترحت على مجلس النواب إجراءها بعد شهر من الآن. الانتخابات الليبية حالت دون إجرائها عوامل عدة تتراوح بين عقبات قانونية وإصرار شخصيات مثيرة للجدل على خوض السباق بحسب ما يقول خبراء. يقف إلى جانب هذا كله تضارب المصالح الشخصية والتدخلات الخارجية ووجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا. يضاف إلى قائمة الأسباب المؤدية لتأجيل الانتخابات عدم وجود شخصية توافقية من بين المرشحين 96 يجمع عليها الليبيون، حيث أن أغلبهم يتوقع أن تفشل المفوضية في فض هذا الاشتباك
مرة أخرى في غياب توافق حقيقي بين الأفرقاء على شكل الاستحقاق المرتقب. وفيما لا تزال السلطات المحلية تتبادل الاتهامات بتسبب في إضاعة الفرصة، يقف المجتمع الدولي متفرجا، وهو ما كشف مدى تلعثمه في التعامل مع مخاطر تأجيل الانتخابات وفشله أيضا في ضبط الأمور أو حتى تحريكها سياسيا. يترقب الليبيون ماذا سينتج عن برلمانهم بعد تشكيله لجنة العشرة المكلفة بوضع خريطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، ومن المفترض أن تقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته المقبلة. وفي ظل تحركات البرلمان والأطراف الدولية الداعمة لمسار الانتخابات، ربما لا يكون التأخير لفترة وجيزة كافيا لحل الخلافات التي عطلت التصويت اليوم، وربما يتطلب حل هذه المشكلات مزيدا من الوقت. مشاهدينا، من القاهرة ينضم إلينا الباحث السياسي والاستراتيجية الليبية سيد محمد الأسمر. سيد الأسمر، أهلا بك معنا إلى استوديو الحدث مجددا. وخيبة أمل كبيرة في الأوساط الليبية من فشل إجراء الانتخابات وفق موعدها المقرر بخارطة الطريق، من يتحمل مسؤولية ذلك؟ أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. تحمل المسؤولية تكون بالدقة والتوصيف، ونبدأ هنا بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة الذي كان يثني على مجهودات المفوضية بشأن القيام بمهامها كاملة فيما يتعلق بالانتخابات. نحن فيما يتعلق بكافة المؤسسات العاملة في ليبيا وبشكل وطني نقدر كثيرا الظروف المحيطة بها نتيجة الأوضاع الاستثنائية، ولكن إذا ما بدأنا في المسؤوليات هنا ولحديث الأمين العام على الإطلاق، تماما المفوضية لم تقم بواجباتها كاملة مع أن هناك ظروف قاهرة. نعم، إذ كان يتوجب عليها عندما علقت إعلان القوائم النهائية للمترشحين للإذن ببدء العملية الانتخابية بالعملية الدعائية وما يتبعها من ذلك، كان عليها أن تطلع الليبيين عن الأسباب وعن مدى التأجيل، ثم أيضا الجدل الذي أحدثته المفوضية مع البرلمان على مسؤولية من يتولى الإعلان عن التأجيل. هذا كان جدال مضيع حتى للوقت، وضع الليبيين في قلق شديد، هم في انتظار حدث واستحقاق مهم، مع أن القانون بين جدا بأن هذه من اختصاصات المفوضية، وبالتالي نحن هنا نتحدث عن إخفاقات. وأيضا في ذات الوقت نحن نجد بعض المبررات في الظروف القاهرة التي تم الحديث عنها، وعدم أيضا عدم وهذه ظروف القاهرة باقية، تضارب المصالح الدولية باقي، القوات الأجنبية باقية في ليبيا وكذلك المرتزقة. ما يعني شهر واحد، ماذا يمكن أن يحدث من تغيير على الظروف التي عرقلت إجراء الانتخابات اليوم؟ أولا، هي مهلة الشهر الواحد هي ليست ملزمة، هذا مقترح، إذ كانت المادة 43 في القانون رقم 1 بشأن انتخاب الرئيس توجب على المفوضية إذا ما قامت بالتأجيل أن تقدم مقترحا لمجلس النواب لكي ينظر به ويبت بشأنه، لأن هناك شركاء في هذه العملية في مقدمتهم المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة لمجلس النواب والمفوضية. ولكن يجب هنا أيضا أن نلاحظ شيئا مهما في الحالة الليبية، أن الصفة دائما لا تتوافق مع الموصوف. نحن نتكلم عن استحقاقات انتخابية شدد عليها العالم بأسره وآخره في ملتقى باريس في 12 نوفمبر، وألا حياد عن هذا التاريخ تم التفريط به بكل سهولة. نتحدث اليوم عن احتفال بالاستقلال والبلاد ترزح على الأقل في تصريح الأمم المتحدة منذ سنة في 3 ديسمبر من العام الماضي تحت 20,000 مرتزق ومسلح أجنبي وأكثر من 10 قواعد أجنبية، وشأن ليبي يتداوله الخارج أكثر مما هو معني به. والخارج كان لوح في مؤتمر ليبيا بباريس سيد الأسمر إلى عقوبات على من يعرقلون العملية الانتخابية. أين هي هذه العقوبات، ولماذا لم يتم تحديد من هم معرقلو هذه العملية؟ فيما يتعلق باريس وعبر هذه الشاشة الكريمة، قلنا آنذاك أن هذا مجرد إعلان بروتوكولي، لأن أعلى قوة تنفيذية في الشأن الدولي هو مجلس الأمن الذي أصدر قرارين 25/70 و 25/71 قبل ذلك بكثير في 16 أبريل لمعاقبة المعرقلين للمسار السياسي، ولم يقم أي أحد بتنفيذ ذلك، وعلى أن هذه العقوبات هي ناهية زاجرة يجب توجيهها للذين يبدون رغبة في العرقلة، وليس أن نتركهم حتى يذهبون للعرقلة. الليبيون
يعرقلون من كيانات وأفراد منذ شهر أبريل الماضي، وفي ذروة ذلك في شهر أكتوبر وصلت تصريحات حتى لاستخدام قعقعة السلاح لو أمكن الأمر. عموما على كل حال الآن ونحن نتحدث عن 24 من ديسمبر، الاستحقاق الذي كان مأمولا إلى حد الآن لم يقم أحد بتوجيه خطاب للشعب الليبي مباشرة لوضعه في الصورة وللاعتذار. حتى خطاب السيد رئيس المجلس الرئاسي الأعلى لم يكن موفقا عندما قال موجه الكلام الشعب الليبي: نحن لن نتهاون فيما يتعلق بحرية الشعب الليبي والوصول إلى استقلاله. المجلس هو مسكين أيضا مغلوب على أمره عندما تم الاعتداء عليه في 8 من شهر مايو في مقره في فندق كورنتيا باب أفريقيا في طرابلس، وعندما تم اعتداء الميليشيات على المجلس الرئاسي والحكومة والدفاع الآن في 16 من شهر ديسمبر. يجب مصارحة الشعب الليبي ومكاشفته بمدى القدرة وبحقيقة الوضع وعدم تصدير الخطابات التي لا يمكن تنفيذها وإنجازها. والليبيون يدركون جيدا الأوضاع الراهنة التي تم تكبيل البلاد بها، ولكن عموما كان اليوم يجب أن يرتكز الخطاب بالتوجيه للشعب الليبي وليس أيضا قذف الكرة كل من ملعبه إلى ملعب الآخر ومن يتحمل المسؤولية. المتضرر الوحيد الشعب الليبي الذي انتظر هذا الاستحقاق الذي تم تمنيته به ووعوده منذ ديسمبر 2017 بناء على اتفاق السياسي الصخرات، ثم ديسمبر 2018. وللمناسبة المهمة عقب كل ديسمبر تفشل فيه الانتخابات تكون هناك حرب قائمة كما حدث في 2017، وعقب ديسمبر 2018 كانت مواجهة 2019، وبالتالي أيضا ولكن كان هنالك اجتماع في بني غازي فهم أنه بداية تقارب على الأقل بين أصحاب النفوذ الميدانيين شرقا وغربا. نحن دائما نشد على مثل هذه اللقاءات، وهذه اللقاءات إذا ما جمعت ووضعت في إطارها الصحيح فستفضي إلى حل. إن لقاء الليبيين في الشرق وفي الغرب هم يلتقون حول مائدة الوطن، نحن نحيي ونكبر ذلك، ولكن أن هل هذه اللقاءات بنتائجها هي قامعة ورادعة للإجراءات المضادة الغير وطنية من التجمعات العسكرية ذات الانتماءات العقدية الموجهة من الخارج والداخل؟ يجب أن تم تكتيف مثل هذه اللقاءات وتوضيح نتائجها ببرامج عملية. إلى حد الآن هذه اللقاءات هي إبداء نوايا صادقة لتأسيس لعمل وطني جامع. نعم سيد الأسمر، لجنة برلمانية تشكل لوضع خارطة طريق جديدة تقود إلى الانتخابات، ما تفاصيل ذلك وهل يتلاقى أم يتعارض مع خارطة الطريق الموضوعة من البعثة الأممية، وما هي الصيغة التوافقية القادمة التي ستعرض على البرلمان برأيك؟ هذه اللجنة بقرار رقم 13 ترتكز في عملها على 3 نقاط محددة. أولا ما خلصت ليه اللجنة البرلمانية بخصوص متابعة مفوضية الانتخابات برئاسة النائب الهادي الصغير، وقالت في تقريرها بأن هناك عراقيل فنية وأمنية وقانونية يجب العمل عليها ومعالجتها وتداولها مع الأطراف المعنية بها، أي المفوضية والأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للقضاء. المرتكز الثاني لعمل هذه اللجنة هي مخرجات خارطة الطريق الصادرة في نوفمبر من العام الماضي، إذ أنها تحدد كيفية التفاعل والتعاطي مع الشأن العام إذا انقضى 24 من ديسمبر ولن تقم الانتخابات، فيما يتعلق بإقامة حكومة أو التمديد لها أو الرأي إلى المقترحات، وثالثا بيان المفوضية بالخصوص الذي اقترحت به موعد 24 من ديسمبر، والتي قالت أنه لا إمكانية لأي إجراءات إلا بعد أن يقوم البرلمان بالقضاء على القوى القاهرة والظروف القاهرة التي منعت الاستحقاقات الأولى بدون تبيانها بشكل كامل، إلا ما خلصت له اللجنة البرلمانية التي أشرنا إليها. وبالتالي هي ستقدم مقترحات وفقا لهذه المعطيات الثلاثة في 3 مسارات لتداولها من قبل مجلس النواب، على أن يجتمع مجلس النواب بنصاب كامل منصوف إذا ما قرر الاتجاه إلى إنتاج حكومة، وإلا إذا ما كان النصاب أقل من ذلك فهي جلسة تشاور لتحديد جلسة أخرى للنظر بالقرارات. نعم. من القاهرة الباحث السياسي والاستراتيجية الليبية سيد محمد الأسمر، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.
استوديو الحدث بعد قليل أيضا. مجلس السيادة السوداني يلوح بانتخابات على الطريقة الليبية في حال انعدام التوافق الوطني. أن التصعيد أخذ بالاتساع، حيث نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي من محاولة اغتيال فاشلة. هل هناك معلومات عن قتلى بين المتظاهرين؟ من يمتلك هذه التقنية ومحاولة الانقلاب هذه ممن؟ فقد تعرض منزلي إلى عدوان الجبان. السلاح المنفلت هو الخطر الرئيسي الذي يهدد انتشار أمني كثيف. هل يعني هذا أن الكاظمي دخل الآن في مرحلة الصدام مع التابعين لإيران؟ هذا يدلل على أن لا تسليم سلمي للسلطة في العراق. هو لديه مشكلة واحدة فقط، أنه هذا الرجل أوقف المشروع الإيراني في العراق. هل تملك هذه الميليشيات هذا القدر من القوة والسلطة؟ من المستفيد من إزاحة رئيس الحكومة عن المشهد القادم في العراق؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. الآن مشاهدينا نبقى مع تطورات الشأن السوداني، حيث أكد الطاهر أبو هاجة مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني على أن انعدام التوافق الوطني والأزمة الاقتصادية في البلاد يجعلان خيار الانتخابات على الطريقة الليبية أمرا واردا، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية هي فترة ميران وأن الدولة المدنية لا تبنى بالتنازع الذي يؤدي إلى الفشل. وشدد أبو هاجة على أن أي تفكير لممارسة الحكم والتمكين خلال الفترة الانتقالية يعد سباحة عكس التيار، لأن المكون العسكري بقيادة البرهان زاهد في السلطة وحريص على الانتقال السلمي السلس، كما اعتبر أن الحديث عن هيكلة القوات المسلحة هو مجرد حلم وهروب من الواقع، وأن الديمقراطية والدولة المدنية ودولة المؤسسات تحتاج جميعها إلى قاعدة أمنية متينة وتوافق وطني راسخ. أجازت قوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني مقترح مشروع إعلانها السياسي لإدارة المرحلة الانتقالية وطرحه للقوى السياسية لنقاشه قبل تسليمه لرئيس الوزراء. وقال القيادي بالميثاق الوطني مبارك أردول في تصريح خاص للحدث، قال إن أبرز ملامح الإعلان المقترح هي المحافظة على الشراكة مع المكون العسكري والتأكيد على تنفيذ اتفاق جوبا وإكمال عملية السلام. أبرز ملامح الميثاق هو يعني المحافظة على شراكة مع القوى المكون العسكري، وكذلك تنفيذ اتفاقية السلام وإكمال اتفاقية السلام، وكذلك يعني المسألة بتاعت البناء الدستوري ومفوضية الانتخابات وإكمال مفوضية محاربة الفساد، وكذلك العمل على تشكيل البرلمان. هذا البرلمان يعني سوف يكون بنسب جديدة، وكذلك المسألة المتعلقة بإكمال اتفاق السلام، وكذلك المسألة بتاع إشراك الشباب والنساء في هياكل الحكم من المركز إلى الولايات، وكذلك حديث عن دعم مكونات الحكم الانتقالي، مجلس السيادة والحكومة التي سيشكلها رئيس الوزراء من الكفاءات المستقلة. من الخرطوم ينضم إلينا الكاتب الصحفي السيد عمرو شعبان. سيد شعبان، أهلا بك معنا في استوديو الحدث. وقبل سؤال عن تفاصيل المقترح السياسي لقوى الميثاق الوطني المنبثقة عن الحرية والتغيير، لنسأل عن من هم من يحاولون
التنفذ والحكم خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية استنادا على تصريحات أبو هاجة. بداية التحية تجلل شهداء الثورة السودانية ثورة ديسمبر المجيدة وخالص التعازي لأسر شهداء الانقلاب الأخير. بالتأكيد أبو هاجة حينما تحدث هو يقصد بالتأكيد المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير الذي انقلب عليه البرهان. من الواضح أيضا أن هذا التصريحات هذه تأتي كرد فعل على المؤتمر الصحفي الذي عقدته قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي والذي أعلنت فيه تشكيل جبهة البدء في تشكيل جبهة عريضة وواسعة لإسقاط الانقلاب. حديث وتلميحات أبو هجة بأن قيام الانتخابات على الطراز أو النكهة الليبية في حال غياب التوافق الوطني من الأجدر البحث عن لماذا يغيب التوافق الوطني في هذا التوقيت في البلاد في ظل وضع كلنا نعلم أن السودان فيه من الهشاشة بمكان. هذا هو المدخل الحقيقي للحديث عن إمكانية قيام انتخابات. تم إعلان انتخابات يوم غد، هل سيتجاوز السودان كل أزماته وكل ورطاته؟ أستاذة، نحن الآن نعيش في ظل إعلان للبنك السودان والوزارة المالية عجزهم عن سداد إزبيرات صيانة الكهرباء في السودان وشركات الكهرباء ومناطق التوليد في السودان، حتى إزبيرات السدود ومحطات. بالتأكيد الانتخابات لن تحل تلك المشكلة، ولا الحديث عن توافق وطني مبني على وجود من يدير المشهد بالعصا وبالقمع وبالقوة وفي حال الطوارئ يمكنه أن يخلق هذا التوافق. ولكن لا توجد جهة سياسية قوى سياسية حتى اللحظة سيد شعبان تحدثت عن شكل انتقالي بمعزل عن المكون العسكري. حتى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يقول العودة إلى ما قبل 25 من أكتوبر وفق الوثيقة الدستورية التي هي شراكة بين مكونين مدني وعسكري، أي أنه لا يرفض هذه الشراكة. الآن الموقف تغير تماما إذا تجاوز مطالب الشارع وسقف مطالبه وهتافاته وشعاراته. يعني لا أتحدث عن الشارع الثوري، الشارع الثوري لآته واضحة، لا شراكة لا مساومة ولا ردة، ولكن أتحدث عن القوى السياسية وتحديدا المركزي للحرية والتغيير. قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي أمس في مؤتمرها الصحفي أعلنت أنه لا وثيقة دستورية وأنه لا عودة لما قبل 25 أكتوبر وأنه لا شراكة مع المكون العسكري والبحث عن صيغة جديدة تضمن للمكون العسكري الخروج من المشهد السياسي وصياغة العلاقة بينه وبين المدنيين للحفاظ على في إطار اتفاق حول قضايا الأمن الوطني، قضايا الأمن القومي وغيرها من القضايا التي تمس اختصاص المكون العسكري، لكنه لن يكون شريكا من السلطة. هذا آخر موقف للحرية والتغيير المجلس المركزي. بالتالي هناك قوى سياسية تتحدث عن خروج المجلس المركزي المكون العسكري من المشهد السياسي، وهو استجابة لمطالب الشارع أو اتساقا مع مطالب الشارع. هل هذه الاستجابة لمطالب الشارع أتت بعد الفشل في العودة إلى ما قبل 25 من أكتوبر؟ يعني طيلة التظاهرات السابقة أكد الشارع ولجان المقاومة على هذه المطالب ولم تكن قوى الحرية وتغيير جزء منها، هل لأنها فشلت في العودة إلى ما قبل 25 من أكتوبر الآن تطالب بما يطالب به الشارع؟ إذا تحررنا الدقة في المشهد السياسي السوداني، دعينا نسأل ما الذي تبقى في 25 أكتوبر، يعني بعد قرارات 25 أكتوبر ما الذي تبقى منها؟ عدا حمدوك غض النظر عن رؤية تقدير الناس وقدحهم في عودته تلك على اتفاق سياسي في 21 نوفمبر، هذه العودة والقرارات التي اتبعتها بعد إعلان الانقلاب وغيره لم يظل منها شيء سوى وجود نفس المكون العسكري وصوته العالي والحاضنة السياسية الجديدة التي تشكل من المجلس السيادي من المكون العسكري وبعض المدنيين. لم يظل شيء. العودة فعلا تمت لما قبل 25 بالحديث عن وثيقة دستورية الآن يلوكها المكون العسكري ويتلوكها قوى الميثاق الوطني ويلوكها طيب. حمدوك، لكن عمليا يعني مع التحفظ على الوصف الذي قمت به، ولكن دعنا نتجاوز جدلية العودة إلى ما قبل 25 أو خلاف ذلك. تفاصيل مقترح الميثاق الوطني لهذا الإعلان السياسي، سبقه مقترح لبعض المحسوبين على المركزي أيضا من الحرية والتغيير، وقبلا كان الحديث عن قاعدة سياسية عريضة تشمل حتى بعض الشخصيات الوطنية. السؤال الآن، هل نتحدث عن صيغة سياسية واحدة ستقدم إلى حمدوك أم عدة صيغ يقوم حمدوك بصياغتها في إعلان سياسي موحد؟
أي حديث عن إعلان سياسي يتعامل أو يطبع العلاقات ما بين السودانيين أو الشارع مع ودكتور حمدوك وبالتالي مع الانقلاب هو أصبح أمر مرفوض. بالتالي ما طرحته قوى الميثاق الوطني التي كانت جزءا من الحرية والتغيير في توقيت سابق بإعلان سياسي ارتكزت فيه على الشراكة بين المكون العسكري والمكون المدني واستمرار الوثيقة الدستورية وغيره وغيره من ما أورده أو لمح إليه مبارك أردوغان، من الواضح أنه يصبح صيغة من الماضي لن يعترف بها الشارع ولن تسهم في تهدئة الاضطرابات الموجودة والاحتياجات المتزايدة ولا التظاهرات التي ستتواصل والتصعيد الذي أقسم السودانيين على مواصلته في مواجهة الانقلاب الماسل. إذا كان هنالك اقتراح أو اختراق في المشهد السياسي السوداني على الجميع السياسيين والمكون العسكري ورئيس الوزراء النزول لرغبات الشباب الثوار الموجودين في لجان الأحياء ولجان المقاومة والاستماع لصوت العقل حينما يخرجون ميثاقهم السياسي ويصيغون فيه مطالبهم ويتفاعلون مع هذه المطالب حتى لو كان الأمر بمطالبة حمدوك بالخروج، مطالبة الحرية والتغيير بالتنحي أو مطالبة المكون العسكري بالذهاب إلى خارج المشهد السياسي. طيب أنا أسأل من الناحية الإجرائية سيد شعبان، ما يقوم به الشارع الثوري من تحركات مفهوم تماما، ولكن الآن هل المنتظر بما يحدث من خطوات يفهم أنه صيغة سياسية موحدة أم أن كل طرف اليوم يدفع بصيغته إلى حمدوك؟ لا الطرف يطرح صيغة لحمدوك سوى الميثاق الوطني، وبالتالي هذه الصيغة كيف لم يكن هنالك مقترح مبدئي لقياديين من المركزي طرح قبل أيام لدكتور حمدوك وتمت أو الجميع تبرأ منه، نقلناه على شاشتنا سيد عمرو شعبة. بالضبط أيوة وحدد لك الشخصيات التي شاركت في إعداده وبالتأكيد، لكن حينما تحدث الجميع أن ذلك يصطدم مع رغبات الشارع كل هؤلاء القادة تنكروا لهذا الإعلان وبالتالي أصبحوا جزءا من معسكر المركزي المجلس المركزي للحرية والتغيير التي لا ترى ضرورة وصول أي صيغة سياسية مع رئيس الوزراء طالما اعترف بالانقلاب أو شرعا للانقلاب. طيب برأيك هذه اللغة اليوم هل تؤسس إلى أي توافقات قادمة؟ يعني الأمر يبدو كأنما هو معسكر ومعسكر مضاد بعيد عن أي توافق وطني، لمصلحة من ذلك؟ لإرضاء العسكر وإصرارهم على البقاء في المشهد السياسي. هذا الأمر يدور في فلك العسكر، من قام بالانقلاب العسكريين، من كسر الوثيقة الدستورية العسكريين، من الآن يتماهون مع معسكر الميثاق الوطني ويدعمون حمدوك هم العسكر. إذا أخرجنا العسكر من المشهد السياسي يستطيع المدنيين إدارة توافقهم السياسي بعيدا عن الأيادي التي تصيغ خطوط اللعبة. يعني هذه جدلية أخرى سيد عمرو قد لا يسمح الوقت بنقاشها، كون المدنيين أنفسهم انقسموا إلى ثلاث انقسامات خلال الفترة السابقة، ما يشكك حتى في رغبة المدنيين في التوافق الوطني قبل الانتخابات. على كل من الخرطوم الكاتب الصحفي السيد عمرو شعبان، هذا أمر ليس حقيقيا بالتأكيد طبعا. كيف ليس حقيقي؟ نتحدث عن اعتصام القصر والجسم المركزي، واليوم هنالك أكثر من جهة مدنية. اعتصام القصر يا تسابيح، اعتصام مصنوع صنعه العسكر بأنفسهم، بدليل لا ينفي أنهم كانوا جزء من الحرية والتغيير عليه، ولكن انظري لاعتصام أو محاولة اعتصام الحرية والتغيير واعتصام الثوار السودانيين في 19 ديسمبر، حجم التنكيل الذي تعرض له السودانيين صحيح اقتربوا من محيط القصر دعيكي. نعم، على كل حال الأمر جدلي وكما قلت لك يحتاج إلى وقت أكثر، ولكن هذا ما سمح به وقت المداخلة من الخرطوم الكاتب الصحفي السيد عمرو شعبان، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به من إيضاحات. وفي استديو الحدث بعد قليل أيضا، بعد تسريب فيديو لرئيس التيار الوطني الحر تساؤلات، هل هو خلاف مع حزب الله أم دعاية انتخابية؟ هناك مزاج شعبي عارم باتجاه احداث تغيير شامل على المستوى السياسي. هذه الاحتجاجات امتدت الى محافظات تونسيه اخرى. نحن نمر بادق اللحظات
بتاريخ تونس. يا أخي خليه يقف على السيارة. هناك خطر حقيقي يهدد كيان الدولة. اليوم عيد الجمهورية في تونس لن يكون يوما عاديا. أنت وصفت التظاهرات اليوم بأنها انتفاضة شعبية، لماذا؟ هذا التدخل تم بعد استنفاد كل طرق الحديث مع حركة النهضة. قرارات مهمة بالجملة يمكن أن نجيزها في ثلاث قرارات. القرار الأول تشميد كل اختصاصات المجلس النيابي. برأيك كيف يمكن اليوم لتونس أن تخرج من هذه الأزمة بأقل كلفة؟ عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى ما تبقى من هذه الحلقة من استوديو الحدث. فيما اعتبره مراقبون مقدمة لانهيار اتفاق مريم خليل بين التيار الوطني الحر في لبنان وميليشيا حزب الله في 2006، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس التيار النائب جبران باسيل يحمل إشارات على توتر مع عددين من حلفائه، لكن آخرين يرون أن التيار لن يتخلى عن حزب الله بعد أن أصبح معزولا، فيما يوفر كل من الحزبين تغطية للآخر. لا منا يخاف من بكرة، بكرة لإلنا طالما نحن قوية، بكرة لإلنا ونهار يلي بدنا نكون مستقويين بغيرنا لعمرنا ما نكون، نحن قوية بذاتنا وبحالنا، ما حدا بحقله يخاف إنه شو عم تعملوا فينا، اللي ما بيكون معنا ومع قضية الحق تبعنا لعمره ما يكون. من بيروت ينضم إلينا الناشط والكاتب السياسي سيد مجيد مطر. سيد مجيد أهلا بك معنا لاستوديو الحدث. بداية، كيف تعلق على هذا الفيديو قبل الدخول في تفاصيل هذا النقاش؟ اسمح لي بداية أن أوجه الأمنيات بمناسبة الأعياد المجيدة للبنانيين خصوصا وللأشقاء العرب عموما، ولك ولمحطتكم الكريمة التي نحب ونجل. شكرا عادة جزيلا. نحن ندر بالنسبة لموضوع الفيديو، أعتقد أن السيد جبران باسيل يجيد لعب الضحية، فهذه تسريبات مقصودة لكي يوجه لجمهوره شد ويشد عصبه بأنه مسيطر على الوضع وأنه ليس بحاجة لدعم أحد، في حين أنا باعتقادي يمكن أن نضع هذا الخلاف هو خلاف حب ما بين حزب الله والتيار الوطني الحر وليس خلاف بغض. طيب، خلاف الحب هذا يعني هل هو حقيقي بحسب وصفك أم كما يقول اللبنانيون هو مسرحية قبل الانتخابات لحصد أصوات المسرحيين؟ إن التيار الوطني الحر يشكل الحليف النموذجي لحزب الله، ولسان حال حزب الله يقول أينما أمطرت الغيمة العونية فهي خراجها تحت سقف حزب الله. هذا لعب مدروس بين الطرفين، كون التيار الوطني الحر حاليا هو محشور ولا أحد يجرؤ أن يتحالف معه ويريد أن يشد عصبه، وهذه طريقة مدروسة، فحزب الله يتعاطى مع التيار الوطني الحر بعلاقة أبوية، وإن غضب الطفل يبقى في إطار عصبة أبيه. وهل هذا له انعكاس على الاصطفافات الانتخابية الانتخابات القادمة برأيك سيد مجيد؟ سيدتي، حزب الله بدأ حملته الانتخابية بإجراء استطلاعات رأي كي يقوم بعملية قياس لقوة التيار الوطني الحر التي على ما يبدو أن ما بعد الثورة وما بعد الكوارث في هذا العهد الذي أثبت فشله
أن شعبيته أصبحت منخفضة جدا، وحزب الله لا يمكنه التخلي عن هذا الحليف المسيحي كونه استثمر فيه. ولا يمكن أن نقيس الخلاف الجذري ما بين التيار وحزب الله مباشرة. إذا أردنا أن نعرف هذا التحالف نقيسه من خلال عندما يختلف التيار الوطني الحر مع طرف آخر، نجد أن حزب الله يقف إلى جانبه. فلا أحد مثل التيار الوطني الحر قد تحدث بلسان حزب الله ولغته في القضايا العربية، في الأزمة السورية. حتى دولة الرئيس نبيه بري لم يستطع حزب الله تطبيعه فيما يخص مصالح لبنان مع العرب. فنجد دائما هناك تمايزا حتى مع أقرب حلفاء حزب الله، بينما تيار الوطن الحر، وهذا ما يؤكده علم نفس الجماعات، عندما تتحالف مجموعة كبيرة مع مجموعة صغيرة فإن الصغيرة تتطبع بثقافة ولغة وتعابير الأقوى منها. بهذا المعنى إن هذه الخلافات هي ليست جذرية، خصوصا وأن إذا راجعنا نص التفاهم مارم خايل في 2006 فإن حزب الله أعطى في كثير من البنود الشعارات التي يجيد التيار الوطني الحر رفعها، في حين أخذ حزب الله من التفاهم هذه العبارة: الحفاظ على السلاح. إذن حزب الله يدرك جيدا أن مشاغبة جبران باسيل هي ليست سوى لشد العصب، وليس هناك من خطورة فيما بينهما على تحالفاتهما التي أعتقد أنها ستستمر إلى ما بعد الانتخابات. من بيروت الناشط والكاتب السياسي السيد مجيد مطر، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به معنا من إضاحات. أعلنت شرطة دبي توقيف 4 مقيمين من جنسية عربية حاولوا تهريب أكثر من 1,000,000 قرص من مخدر الكبتاغون أخفوها في شحنة ليمون. وقالت شرطة دبي إن القيمة السوقية للشحنة بلغت 58,000,000 درهم. قالت السلطات في بيان إنها ألقت القبض على المتهمين 4 المقيمين في الدولة، وجميعهم من جنسية عربية واحدة لم تذكرها. ونشرت شرطة الإمارة فيديو يظهر أكياسا تحوي المخدرات مخفية في حبات ليمون بلاستيكية مخلوطة بفاكهة ليمون حقيقي. وتابع البيان إن الشحنة قادمة من دولة عربية لم تسميها، لكن تظهر صور العملية المنشورة عبارة صنع في لبنان على صناديق المحجوزة بحسب الوكالة الفرنسية. من بيروت ينضم لنا الكاتب الصحفي السيد توني بولس. سيد توني، أهلا بك معنا في استوديو. الحدث وصنع في لبنان عبارة مكتوبة على الصناديق المحجوزة لدى شرطة إمارة دبي التي تحوي أقراص الكبتاغون، هل هذه المرة أيضا البصمات لحزب الله على هذه الشحنة؟ مرحبا. يعني في الواقع طالما هناك عصابة تسيطر على الدولة اللبنانية سيبقى لبنان منصة لتصدير المخدرات والإرهابيين ولزعزعة الاستقرار في المنطقة، وسيبقى لبنان مرتعا للعصابات التي تستطيع أن تنشط بكل سهولة. فاليوم في لبنان نعلم أن حزب الله من يمسك البلاد، وبالتالي هذا الحزب وعصاباته تستطيع أن تزور شهادة منشأ وتستغل البنى التحتية اللبنانية والمرافق والمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وكل شيء، وبالتالي قادرة أن تعطي الضوء الأخضر لتصدير الممنوعات من خلال عصابات تابعة له. وبالتالي هنا لابد من أن يكون لحزب الله أصابع في هذا الموضوع، كون لا يمكن لأي جهة خارج عن القانون أن تقوم بهكذا عمل سوى حزب الله، أن تحظى بغطاء أمني وسياسي من حزب الله.
لأن لبنان نعلم أنه كمن يدير الشؤون اللبنانية ومن يمسك الحدود والمنافذ الحدودية، لذلك القضية وبصمات الحزب واضحة في هذا الموضوع، ولطالما كانت التجارب السابقة تثبت هذا الأمر. طبعا رأينا محاولات شكلية للدولة اللبنانية في الأسابيع الماضية لإظهار وكأنها تقوم بحملات دهم واعتقال لعصابات وتجار مخدرات، إلا أن هذا الأمر ليس سوى بروباغندا إعلامية، لأن الدولة اللبنانية عاجزة بالأساس ولديها خطوط حمراء لا تستطيع تجاوزها، ولا تستطيع بالفعل القبض على كبار التجار، لأن هؤلاء هم محميين ولديهم القدرة على التحرك بحرية على الأراضي اللبنانية، سواء لناحية الزراعة أو الإنتاج أو التصنيع أو حتى الإخراج يعني الحدود اللبنانية سائبة. هناك معلومات أن مصانع للكبتاجون موجودة في مناطق سيطرة حزب الله في القصير والقلمون الشرقي والزبداني وغيرها من المناطق، وتصدر إلى الداخل اللبناني وتعاد وتصدر إلى الخارج عبر تزوير يعني بلد المنشأ. يعني هناك مؤسسات مزورة تصنع يعني تصدر البضاعة على أنها بضاعة مموهة ولكن صنعة في لبنان، وبالتالي هذا أمر يضر في لبنان وبصورة لبنان الخارجية. ولكن ما ارتداد ذلك وقت الدولة اللبنانية عاجزة على صعيد أزمة لبنان مع دول الخليج التي أساسها تصدير المخدرات إلى هذه الدول؟ إلى أي درجة هذه العملية ستزيد الطين بلة بالنسبة لحزب الله ولبنان؟ يعني كانت الإمارات يعني لا تزال الدولة الوحيدة في بين دول الخليج التي لم تقاطع كليا الاستيراد من لبنان. أعتقد أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى اتخاذ قرار من قبل الإمارات العربية بشأن التصدير من لبنان إلى الإمارات، باعتبار أن دولة الإمارات من حقها أن تحمي شعبها وأن تحمي مواطنيها من يعني من محاولات دس السموم بين مواطنيها وعلى أراضيها، لأن لبنان كدولة عاجز. هذه الأمور كان يفترض أن تكون على عاتق الدولة اللبنانية وعلى عاتق السياسيين في لبنان، هم يفترض أن يضبطوا الأمن، يضبطوا الحدود، يقوموا بكل الإجراءات المناسبة لمكافحة المخدرات. ولكن طالما لبنان يعني استمر أن يبقى منصة بقبضة عصابة تجار بالمخدرات دولية، فبالتالي من حق الدول أن تقوم بالإجراءات المناسبة يعني لحماية أمنها وشعبها من هذه السموم. وبالتالي بكل أسف أعتقد أن هذا الموضوع سوف يأخذ لبنان من جديد إلى تصعيد أكثر مع دول الخليج وتشديد الضغوط والإجراءات بشأن الاستيراد والتصدير بين لبنان ودول الخليج. وهنا يعني نقطة أساسية، يعني لبنان يعني اليوم تجاوز الخطوط الحمراء بالنسبة للمجتمع الدولي، وبالتالي أعتقد أن هناك يجب أن يكون قرار أو توجه عربي باتجاه نقل هذا الموضوع إلى مجلس الأمن أو كله على جامعة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، لأن كل التحذيرات السابقة وكل الإجراءات السابقة التي حصلت سواء من المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية والخليجية لم تفلح في أن تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لضبط موانئها وتجارتها وضبط العصابات القائمة في لبنان. فهذا الموضوع يعني يحول لبنان دولة مارقة ومنصة لزعزعة الاستقرار. نعم سيد توني. وتصدير الأذى إلى دول الجوار، وبالتالي يفترض أن يكون هناك إجراء من قبل دول باتجاه واضح تماما ما تذهب إليه بحديثك من بيروت. ضيف الكاتب الصحفي سيد توني بولوس، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من استوديو الحدث، ألقاكم غدا في حلقة جديدة، إلى اللقاء.